السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم اغتياب الكافر؟ اغتياب ايه؟ حكم اغتياب الكافر. اغتياب الكافر، نعم. الله يقول في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا والنداء لأهل الإيمان والرسول يذكر الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فالكافر ليس بأخ لنا. جزاك الله خير. الله يسلمك.